مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم أبناء بلاد النهرين. نحن الآن في عمق منطقة المعامل، كما تلاحظون هذه واحدة من واجهات هذه المنطقة سنجول فيها، وهنالك اعتصامات في بداية هذه المنطقة. أيضا سنلتقي ببعض المعتصمين هناك. دعونا نكمل جولتنا مع أهالي هذه المنطقة. السلام عليكم. احنا نريد من الله ملكم. شلونك؟ الدفاع الاخوي ان شاء الله، الدفاع الوطني ان شاء الله، الدفاع الانسان الطيب وابن الحموله والشريف، يخلصنا من هالانقادات هاي ويخلصنا من هالحديث هذا اللي مرض اطفالنا. والقران هذا الولد ذاك اليوم مات له واحد، وهذا الولد مات له واحد، وكله بقي بحياتك. ها اي والله هذا مات له واحد، هذا مات له واحد، كله تسمم من الحديد هذا والزباله. ما حد اجانا يقولون احنا يطوننا فلوس، والعمال يجون يشتكون يقول عمي ما يطوننا فلوس حتى احنا نشيل القاد، ما يطوننا فلوس. المسؤول اللي هنا يقول ما يطينا، فاحنا ما نجيكم. فاحنا ايش قمنا نسوي؟ قمنا نجمع تكرم هلا وسخا، شوفها بعينك احنا قاعد شو نسوي بها؟ نحركها ونخليها بمكان، بعد ايش نسوي؟ زين ماكو مسؤول بالدوله اجاكم شيء؟ ولا واحد ما عداكم انتم، اللهم ربي يرضى عليكم ويستر. الله يسلمك. صدق بالله ورسوله ما حد اجانا وقال لنا اليوم سنتين وهاي المنطقه تشهد صغير وكبير. اذا جاينا واحد هنا وسائلنا قال انتم شنو شغلكم؟ ما حد اجانا. زين حجي جايتم بالمطر شلون تطلعون؟ والله بالمطر الله وكيلك ومحمد كفيلك، احنا نطلع حفاي. احكي على المدرسة. ما هسه ما يخالف، قبلنا هاي رحمة الله مو مشكلة، ما يخالف. المطر على عينه وعلى راسه، خلي ما يخالف، خلي تغرب بيوتنا، خلي كل شيء يصير. بس احنا المهم نريد هاي الكور اللي موتتنا والحديد هذا وهاي الزباين. زين ما عندنا. زين انتوا هنا مجالس المحافظات، المحافظ ما اجاكم قدمتوا شكوى على هذا؟ انا خدمتك، انا خد اجاوبك على هاي المنطقه. تقع من ضمن حدود امانه بغداد اللي هي منطقه ممتده من حي النصر الى البزل نهايه بستان سامي. هاي المنطقه اللي احنا بيها هي من ضمن صلاحيات امانه بغداد. طبعا للعلم امينه بغداد يجوز حسده ما تندلها او اصلا ما جايتها او ما تعرف عنها شنو أبد. من ضمن صلاحياتها هي من رحنا اكو وفود، طبعا هي تستقبل وفود هناك، هي ما تجي اللي جاي لان تعرف طشات وكذا وتخاف على سياراتها. من نروح هناك وفود تحكي ويانا كانما احنا جايين نستعطي منها او نطلب منها فد شغله او شو اسمه، وتحاكي لنا الذبل، تقول صوت الناس، صوت الكذا، صوت الناس ما متعاونه، متجاوزه على الطرق، وكانما الناس هم اللي ينظمون حياتهم. لاكو دوله تنظم لهم طرق، لاكو دوله تنظم لهم الارصفه والشوارع. احنا استاذ انا رساله واحده اوجهها للعبادي. العبادي البارحه يقول هاي المظاهرات مسيسه ومحركتها جهات فشلت باداره الدوله السابقه. احنا نريد نقول له انت رجال نتوسم بيك الخير، وانت رجل نعرفك ورجل قدمت، بس اريد نقول لك كلف نفسك او كلف احد مستشاريك وخلي يجي يزور هاي المنطقه. أي والله. ويشوف المسيسه وين وش اسمه وين. يا ناس والله راح ننفجر، يعني وصلنا مرحله ان راح جهاننا ماتت. زين انا زوجتي فقدتها بمرض السرطان من وراء هاي المنطقه. زين احنا استاذنا ترى طقت حوصلتنا، يعني هددنا يسوينا. الله وكيلك لو نموت لنا 100,000 ما راح نعوف مطالبنا، لو نعيش مثل الناس، لو نموت بكرامه. رساله توصلها استاذنا، الله عليك توصلها للحكومه ان شاء الله. زين هو بالسابق مو اجاكم مسؤولين؟ اجا المحافظ، انا خدمتك. اجا المحافظ جاب له شفلات وترابات وقال له ابو ياس سوى هاي هذا الملعب الليل كله محمد على الملعب. هذا الملعب سوى وهاي هي بس. ومنين الملعب؟ يعني مون المنطقة؟ يعني استاذ هو هسه اللي يريد يعاون منطقة يسوي لها ملعب، يسوي لها تبليط، يسوي لها مي، يعني ارد اسالك بالله ناس معدومة، انا الملعب شو اسوي بيه؟ وخدمات ما عندي. هاي الملاعب للمناطق، للمناطق اللي بيها خدمات، للمناطق اللي اهلها عايشين، ناس كسبوا وناس تعبانة وفقرة. وانت صور الملعب وشوف. اول شيء احنا نشكركم. الله يسلمك. وبارك الله بيكم. الله يسلمك. هاي مدرسة، احنا بيا زمن مدرسة مي مالح. وبطين لنا هسه تشوفونها بعينها هسه لنا الله شاهد علي. هاي المطره، هاي المطره يعني معلمه وقعت. احنا شنو مو اسلام؟ يعني مره تتكشف
ونشوفها بعيوننا ما صايره. زين مي مي صالح للشرب؟ ماكو ما عندهم. ها ما عندهم، هاي صار اسبوعين قاعد المدارس لا دراسه لا شيء. هاي جانا شوفها هاي تروح بالطينه وترجع من ها. ها انتم بالمدرسه؟ هذول كلهم شباب احنا ايه؟ بالمدرسه. ايه شلون تروحوا للمدرسه؟ طينه. المدرسه بها طين؟ ايه. وزين وانتم استاذ هاي المدرسه غريبه. ها هسه نروح نشوف مدرستكم يلا. هذا الحديد شنو؟ استاذنا هو قلت لك هذا مخلفات هاي الجيش السابق والهاي البنايات التابعه للدوله. ايه؟ تروح الناس تجيبها وتبيعها هنا تحتاش عليها، بس هي المشكله الناس ما تعرف بها مواد مشعه. يعني هاي المنطقه هسه لو تجي لجنه من وزاره البيئه تلقاها منطقه موبوءه موبوءه ونسبه الاشعاع بها كلش عالي. احنا هسه شلون نعرفها؟ نعرفها من كثره الاصابات بامراض السرطان. نعاني من يعني اعداد كلش كبيره وفيات. يعني احنا يجوز بالشهر نسجل فد حالتين ثلاث حالات بس وفيات بمرض السرطان من وراء هاي المواد المشعه ومن وراء هاي الكور هاي تصهر المواد الفافون. رقابه ماكو دوله. يعني هو هذا يعني مستثمر اجى سوى هاي الكور لو من اهالي المنطقه؟ لا من اهالي المنطقه، هم ناس يحتاجون على هاي الناس، ناس فقره وكسبه ويحتاجون. هم الناس ما يعرفون بين هاي الامور موجوده بالحديد. يعني عيشتهم مصدر رزقهم، لان تعرف نسبه البطاله بهاي المنطقه تقريبا تمثل 70-80%، فالناس تضطر ان تشتغل بهاي المناطق بالشغلات العتيق وشغلات الفافون ويعني هي هاي مصدر رزقها الوحيد. يعني ما تقدر تعوفها لان ما تقدر شلون تعيش عوائلها. كم مدرسه بها هاي المنطقه؟ هاي المنطقه بس وحده. والصف بي 50-60 طالب. كل مناطق المعامل تعاني من هاي المشكله. ماكو مدرسه مو اقل من 60-65 طالب. الاطفال يفترشون الارض يقعدون بالقاع، يعني ماكو مكان يقعدون به. تعرف معلم اذا يريد يدرس له 60 طالب شلون يقدر يوصلهم المعلومه؟ ما يقدر يوصلهم معلومه. زين نحتاج المنطقه الاكثر من 75-100 مدرسه يلا نصير حالنا حال المناطق هاي الموجوده بداخل بغداد. زين محافظ بغداد ما زاركم؟ والله محافظ بغداد انا لحد الان ما شايفه، وحتى ذا يزورني يتحجج بعدم وجود التخصيصات، يتحجج بعدم المنطقه. هاي هسه زين قبل من كانت اكو فلوس؟ قبل انا اسولف لك، منطقه المعامل تعاني من مشكله انه 70% من المنطقه هي زراعيه و30% سكنيه، فالمحافظ يتحجج يقول لك من تجي للدوله الزراعيه ما مشموله بالخدمات او ما لها تخصيصات. فاحنا شنو نبقى؟ نبقى نعطيكم شلون كانما صدقه او كذا. يعني هي مشكلتنا احنا حجينا، مشكلتنا احنا ما ان اداريه بالمنطقه، يعني ما ان وصف منطقتنا، لا نعرفها قضاء، لا نعرفها مثلا شلون نقول احنا، يعني ما نعرفها محله، ما نعرفها معامل وقبل. يعني انتوا غير تابعين لبغداد؟ احنا تابعين. احنا هسه بهذا المكان احنا تابعين لمحافظه بغداد. حجي الامانه بغداد، احنا كنا تابعين لبغداد، بس اسولف لك كاداريا، احنا بهاي المنطقه هسه تابعين لامانه بغداد. واكو نص المنطقه تابعه باعتبارها اطراف تابعه لمحافظه بغداد. زين ذيك الاطراف اللي ما تابعه لامانه بغداد وضعها افضل؟ والله انا هسه راح تشوفه انت افضل من هالمناطق وضعها. يعني المحافظ السابق والكان هم اعتقد الطحان رجال ما قصر، احنا واحد يحكي له والمو له، جاب تبليط الرجال وسووا مجاري سطحيه. محافظ بغداد علي التميمي هم اكو هم سووا شغلات هناك بيها، بس هي المشكله المنطقه صفر استاذنا. يعني انت شذب بيها ما جاي تبين بيها. صحيح. بس هاي المناطق بدت من انتركت بعد بدت تنزل للاسوء الى ان انعدمت الخدمات بيها نهائيا. يعني اصبحت منطقه لا تصلح للعيش. انت لو تصورها شوفها، خلي الاخوان يصورون شوف هاي ايش قد، هاي اطنان مئات الاطنان من الحديد. يعني انتم الدوام الرسمي للطلبه ايه هذا الدخان يصير عليهم. ما يكون تصور الحاله يعني يطبونهم للصفوف. اي والله يدخان. هي هم راح يجون الحكومه، بس يمتى يجون؟ راح يجون بوقت الانتخابات. راح يسوون الهور مرق والقصب خواشيك. بس انتوا مرتين انتخابات وما حصلتوا شيء يعني. احنا منطقتنا من المناطق الفقيره
والمناطق اللي شلون نقول اللي يقدر يضحك عليها المرشح بابسط شيء، يعني مجرد يقول له اجيب لك مي قبل يصدقه. احنا مشكلتنا الوعود الفارغه اللي انطونا اياها الانتخابين. هسه احنا قررنا بلجنه الانتخابات انه اذا ما استجابت لنا الدوله راح نغلق المنطقه انتخابيا، يعني بعد ماكو انتخابات. بس هذا هم مو بصالحكم بالاخير الاحزاب يعني تنظيماتها راح تنتخبها، وبالتالي هم راح يفوزون. احنا استاذنا ما عندنا حل، احنا ما عندنا حل. كثرة المناشدات، سئمنا من الحكي، قعدنا، يطلع رئيس الوزراء اللي هو يعتبر ابو هاي الناس يقول المظاهرات مسيسه. يا ريت احنا كنا نتوسم بهذا الرجل خير، وان شاء الله هو بعد نتوسم به خير، ان يجي لمناطقنا ويشوف الوضع بعينه، ان يتكلف نفسه ويجي لمناطقنا ويسمع من الناس ويشوف وين التحزب، وين شو اسمه، شو مطالبه الناس مثلا؟ طالبه مي وطالبة، يعني مجرد تقدر تطلع لدوامها، تقدر لعملها، تقدر شو اسمه، حياة كريمة لهاي الناس، هاي الأطفال أنت تشوفه، هاي حال دولة بال 2018 هاي مدارسها، يعني هاي زين؟ هاي المدارس شنو؟ جمعية سوتها لو الدولة سوتها؟ سوتها الدولة، مو أنا قلت محافظة. إيه مجلس محافظة بغداد. مجلس محافظة سوتها. وسوى لكم اياها كرفانات. نعم سويناها كرفانات بدون مي بدون كهرباء بدون حجر. شوف هاي الحيوانات شلون تفطر بها، صور هاي بدون مي، الاطفال بمي بير، مي البير مالح، مي ماكو، الطرق مسدوده من الاهالي منا، يعني حاله يرثى لها. وهاي الوضعيه جاي تراكم، ورفعنا صوتنا المجلس محافظه اكثر من مره، رفعنا صوتنا للجهات مراجعنا الخاصه بالنسبه اذا كنت انا وزاره الداخليه او وزاره التربيه، نفس الوضعيه رفعوا وكتب مخاطبه اكثر من 5 كتب وماكو جدول. يعني يوم عن يوم جاي يتفاقم الحاله. زين لاحظت كلاب سائبه بال كلاب سائبه موجود، لان هاي الكور هي يوميه بس الدخان مالها. عندنا اكثر من طفل توفى حالات سرطانيه من الدخان مال الكور، اضافه هذا الحديد اللي هسه صار وضعيته احسن من قبل، يعني الرفع كان اطنان خياليه، يعني شكل مرعب مرعب. وما اعرف شلون عايش الوضعيه، انا ترى مو من هاي المنطقه يعني. اي يعني وضعيتهم هنا بس الله اللي يدري بيها. دا يقولون صار اسبوعين عاطلين الطلاب. اي عطل على مود المظاهرات، مسدوده الطرق، لان طريق المعلمين وطريق الكادر التدريسي كله من الفلكه مال حي النصر. نقدر نفوت جوا؟ ما يسمحوا للاداره، لان يعني يقولون اي اذاعات ما تدخل جوا. اي والله. تعال سولف لنا انت، شنو انت هنا تداوم؟ شلون هاي المدرسة؟ والله نوصلت صعوبة، لا مي لا كهرباء، تعبانين والله. حصلتنا راح الطق. زين وشقد عددكم بالصف الواحد؟ 60 واحد. 60 واحد؟ اي والله. والرحلات تكفيكم؟ لا اكو بالنص تقعد بالقاع طلاب. والله. زين انت بيا صف هسه؟ انا؟ ثاني. انت بصف ثاني ابتدائي؟ ايه. هاي شنو بوجهك؟ طقعها. والله من ورا الكوار. امراض جلدية فوايد. من ورا الكوار. يعني انت عندك شيء جلدي؟ ايه. من الكوار، من الدخانة. والله. تبيتكم هنا قريبة من المدرسة؟ ايه. هي كلها بالشركة هنا، كلها بجماعة الشركة هنا. والله. هي اخوي خدمات معدومة من الخدمات، هاك الحديد هو هذا نصه تلوث. هذا الحديد نصه تلوث. ايه. وهذا الدخان هو كافي. اي صحيح. ماكو عم لا خدمات. لا في الشغله يعني تجيك جهل، لا تجيك ماك، يعني منطقه معدومه هنا. اذا بحاله يعني واحد حاله طارئه عنده او ولاده او فشي شيء، ولاده وسيارته الخاصه وبهاي الطرق الوعره، بعد هو والله بعد يسجل، يعني هو والله لو يموت الحاله مالته لو يوصل يعني يقدر يلحق عليه. زين اذا اكو امطار نهائيا يعني تنقطع الشوارع رسمي، ماك ترفض مناطقنا. مناشدتنا للدوله وضع هنا سياج ما عندنا، يعني معرضه لاطلاق نار باستمرار. المدرسة. اولا ثانيا المدرسه، انا احكي لك على مكاني. بالنسبه للمدرسه لا سياج لا كهرباء لا مي، ذن مقومات الحياه هسه. اعتبرها اي دائره حكوميه، اعتبرها مو دائره حكوميه، استثمار. هسه اطفالنا هم استثمار طاقه المستقبل. ماكو لا كهرباء لا ما ماكو سياج. يعني قبل فتره صارت مشكله هنا، طلعنا الطلبه الساعه بالعشره صار رمي قام يخترق هاي الكرفانات، تعرف ما تحمي. تطلب تضرب الاطلاقه منها تطلع على الاتجاه الثاني. وهاي الوضعيه اللي يشوفها ما حد يقبل بها، لا مجلس الوزراء اذا يشوفها، وان كان حتى اذا كان من اي انسان ما يقبل بانسانيته اللي هو هيك وضعيه. فاحنا الناشد دوله رئيس الوزراء مجلس محافظه الناس الخيرين يسعون، والبارحه تصريح رئيس الوزراء يقول مسيسه، احنا هاي وضعيتنا مسيسه، يعني الوضعيه اللي اكثر شلون تصير سياسه بعد.
احنا من حقنا من نطالب، لان احنا محرومين من وضعيه ما يقبل بها يعني حتى الاقل الانسانيه، ما نريد نمثل بغير اشياء، اقل الانسانيه ما يقبل بهيك، يعني الاهل الريف افضل من يمنا، اهل الريف يعني اكو عندهم خدمات، احنا ماكو، معدوم كل الخدمات ومحسوبين على بغداد، جبايه محافظ بغداد ياخذني يمنا، اضافه كهرباء نفس الوضعيه. انت مجار هاي صار 12 سنه، هاي المجاره بس مال المعامله 12 سنه صار. هاك شفت انت شارع الخدم خو طبيته بنفسك وشفته. معدومه عن منطقه معدومه، ماكو لا مركز شرطه لا ناحي لا فجهه امنيه لا خدمات لا شيء. هاك تفضل هاي المنطقه انت قاعد تشوف. وين الحج؟ منو اللي يريد يحكي؟ حجي تفتحكي؟ انا عبد الحليم. تفضل حجي. قبل 14 يوم هم راح لواحد بسبب هاي الكور وبسبب الامراض ها وبسبب الماده قاعدين، وعنده طفله لا زال ما عمرها 12 سنه. شنو مرضها؟ هسه انت تروح لي غاده صورها وشوفها. والله مليت منها. يعني شنو الاطباء شو يقولوا لك؟ ما الاطباء شو يقول لك؟ مالك العلاج. والله هذا ثاني طفل وهاي ثالثه مريضه. بسبب هاي الامراض. وين انت بيتك هنا قريب؟ اللي قدام ما تشوف صوره اللي قدام. يلا نروح نشوف. حجي شنو الوضع مال بنتك؟ هاي راجعت بيها مدينة الطب، ما خليت مستشفى حتى مؤسسات راجعت بيها، آخر ما تبغى دكتور بربيل عرضناه سرطان بالعظام، مو بس هاي بطنها رجليها والله مليت. هاي هذا سبب هاي الأمراض. واحد صار له 14 يوم راح لك فدوى، وقبلها واحد بسنة 14-5 ويروح. يعني انت كل ما يصير لك اطفال بسبب هذا ال اي والله. هسه اخر ما تبغى هذا هم توم بغى عند واحد البارحه جيران هذا يسحب بدك الريحه متنا والله متنا. نعمل مغطس مسوين هنا. هاي مو بس هي كلياتها هم سقط. والله قال شخصوا لك الحاله؟ شيء شخصوا الحاله مالتها بس ما يعطوني النتيجه مالتها، لا تقرير طبي يعطوني كل شيء ما يعطوني. والله مليت منها. قد عمرها حجي؟ هاي عمرها فوق 12 سنة. والله بس هي مريضة حتى برجلي هذا. كلياتها تشكي منهن. والله دائما تخربط. يعني اخذتها لمدينة الطب؟ اخذتها مدينة المستشفى. الطب مستشفى المدينة مال القادسية، التشوادر، الكندي، مؤسسة بالكرادي من السفارة الإيرانية. مراجع بها ما قاعد منها. والله بس هاي الفترة قاعد منها، صار له قاعد منها. لأن ماكو نتيجة مليت منها. ما يطول والله. زين عن طريق وزارة الصحة ما سفروها شيء كان؟ محافظ بغداد اعطاني كتاب المدينة الطب للجنة، رحت الله شاهد طاح وشهم روب الزبالة. والله العظيم. يعني ما قالوا لك شيء رسم؟ ولا سووا لنا نتيجة أبد، ودوني قال سويت تحليل بالمجاري البولية وأنا ما أخذها علي. زين جاب هاي على هاي. طاح بالكتاب وشهم روب. كل شيء ما سووا لها. ولا راجعت بعد ولا؟ لا ما راجعت. ما راجعت لأن ما يطول النتيجة ماكو. والله. مدينة الطب ضربوها بر بيدها زين ايدها واقفه شلون يمشي العلاج؟ تاخذ لها اربع ايام الصرخ هسه سبحان الله بس منها تقوم تصب دم من هذا المكان. ايش قد عندك انت اطفال؟ عندي سته. والبقيه شو هذا عيونه شوفها منتهيه. هذا هم بسبب الدخان هسه بس يدخن بار. والبقية صحتهم أحسن؟ والله هذا غير هم توم واحد 14 يوم رفوا هذا بعد واحد هم جاي راجع بالدكتور. والله هم مريض. يعني كل أطفالك عندهم حالات مرضية؟ شو تسوي الباقي على الله. أنت صحتك شلون؟ لا أنا مريض هم جاي البارحة ولو المدينة الطب. أنت خيرك شنو بيك؟ أنا صار ثلاثة أشهر الشكوى لله بطني بزلم. هس البارحة الدكتور هذا الكتاب موجود عندي البارحة وني بس اليوم عطلة ما رحت. وجلطة ضربتني همة المنطقة كلها دربية. زين انت شلون عايش؟ ايش تشتغل؟ كنت بفتح لي دكان. هذا فلشته. فلشته؟ اي والله عزلته. انطلبت من وراء. والله. عمره تعبان حيل يعني. كلها دربية الحمد لله والشكر. وماكو شغل اخر؟ لا والله انا خلف الاباخ. بس ما اقدر اطلع، يعني لو بات اطلع لهيك شهرين ثلاثة الله شاهد اطلع لي يوم يومين واقعد ما اقدر. والله ما اقدر. متعب عليك ان شاء الله. متعب الفقرات عندهم. شلون عايش؟ عايش
عايش على الله وعلى الناس الطيبة والله. عندك الصحة والسلامة إن شاء الله. الله والديك. والولدك إن شاء الله. بارك الله بكم مشكورين وشرفتونا بجيتكم. رحم الله والديكم. أهلا وسهلا. بيا مجال صور من الورا شوي. لا هو ها بس حجي أنت شنو قلت لي تبغى؟ والله أنا شوية معوق. ايه؟ مال الحرب هذا. وش ضايع هاي بعين هنا. ايه؟ وبلاتين هذا بيدي. وعدي 9 بنات. ومعاملتي مرفوعة ولحد الآن ما مشينا. ما مشي معك. قد صار لك؟ صار لي 5 سنوات. 5 سنوات. عندي بس مال رعاية 220,000. 220,000 شي كفني كف 9 بنات عندي هسه تروح على البيت هذا برا. 9 بنات وبيت باجر. ووضعيتي تعبانة والعالم تصدق علينا بطحين. حصة ما توصلكم؟ توصلنا حصة بس شين الحصة؟ كل 3 شهر يعطونا قونية. كل 3 شهر؟ إيه كل 3 شهر. تعال أنا وين أود القونية؟ قونية مال شنو؟ مال طحين 50 كيلو. زين. باقي المواد مال ماكو دهن ماكو شكر ماكو. والله مشترى. شو يقول لكم الوكيل مال؟ يقول ما قاسم ما مطيني ما ينبرو. إيه. هي منطقة المعامل مهمولة. مهمولة من التبليط من الخدمات من أي شيء. هاي كهرباء قاعد يعطونها تروح تهددهم يعطونا كهرباء. ما تهددهم ما يعطونا كهرباء. يعني انتم مي وكهرباء عندكم مشكلة بيه. مشكلة ماكو مي. دنكر قاعد يطب يومية دنكر. العدة فلوس يتروس ما عدة فلوس لا كتلة العطش. وتنكر ما صالح للشرب. لا ماي خابط. ماي خابط. اي ماي خابط ماي اسود. هذا بالارو يفتر العدة 500 يشتري له دبة مال ارو ما عدة 500 يظل كتلة العطش. نتمنى المسؤولين بالحكومة يشوفون معاناتكم ونتمنى يساهمون بشيء من الحل يعني بها. أعزائي المشاهدين متواصلون في التجوال في منطقة المعامل. حجي احكي لنا شنو المشكله؟ نحكي عن معاناتنا. المنطقه يعني تعبانه. لا مي لا كهرباء يعني ابو السحب يعني طفي لا ما مطي فلوس يعني يطفى عليه. زين ها زين احنا لا كهرباء لا مي لا شوفوا منطقتنا يعني ناس تعبانه الناس اكثرها لا اشعتها مو زين. زين انت سحب منين تدفعون له فلوس؟ ايش ندفع؟ شوفنا هذا حامل باوعنا ها كفيلك العباس سحب غالي وكلها صاحبه عوائل وكلها يعني عيشتها على قد الحال. عائلتك ايش قد انت؟ انا عندي 6 نفرات عندي وكلها نسوان والله العظيم. وزوجك؟ لا عندي راتب متوفي. متوفي ولا راتب عنده كل شيء ما عندي. زين وانا احكي عامه عن الناس كلها كل من المنطقه فقره يعني كلها فقره ويا دوب تحصل العيشه. زين شلون عايشين يا امي؟ عايشين لا ايش نسوي؟ يعني نروح نبوك لا ايش تشتغلون يعني؟ كل شيء ما نشتغل. هذا عندك هذا تكان؟ هذا بليد هذا لا ستوته عنده لا شيء عنده كفيلك العباس وظالمين يعني اكثر الناس مثلي مو اقول لك بس انا والله العظيم يعني منطقتنا حيل تعبانه حيل تعبانه مو شو ماشي. الله يساعدكم والله. شوف الكور علينا الدخان والله العظيم بالليل منه يجي الهواء علينا نختنق من عندك يعني ما اقول لك عيشتنا مو شو ماشي. ان شاء الله يسمعوكم المسؤولين. أعزائي المشاهدين هذا منطقة الطمر الصحي تقابلها المدارس. طبعا هذا طمر صحي يكاد يكون عشوائي أكثر. السيارات تأتي لترمي نفاياتها في هذا المكان وهو غير على ما يبدو غير نظامي. هذا الطمر الصحي طمر نظامي ولا أي واحد يجي؟ هذا الطمر طمر غير نظامي بوجود سيارات هي أصلاً ممنوعة من دخول هاي المنطقة لكن أكو تنسيق مع المقاولين مع أمانة بغداد لدخول هذه السيارات بأوقات متأخرة من الليل. نعم يعني هذا أكو يعني عملية خرق للقانون لأصل القانون. أكيد هذا اللي وصلنا للتظاهرات سبب من أسباب التظاهرات اللي موجودة. الطمر اللي جاي يأذي الناس ويأذي المواطنين وهاي المدارس
هي موجوده اصلا، وشو انت تشاهد الان الاجواء الدخان وكذا وغير صالحه للعيش. طيب صارت امراض هنا في هذه المدارس كثيره، امراض كثيره حتى يعني امراض مجهوله ما عرفوا يوصلون الحل لهذه الامراض. هذا من يرتفع الدخان هذا الجماعه هنا بالليل يحرقوه او بالنهار مرات يحرقوه حتى يزيدون عليه، لان تعرف هاي حالات فساد تجي كابسات بدون علم الامانه. عرفنا انه الامانه مسويه كتاب انه ممنوع هنا التمر الصحي، وعندهم جهاز جي بي اس وعليه على كل كابسه اكو اسم السائق ورقم المركبه وهذه، ومخلين اكو سيطره هناك حتى تراقبها، بس اكو يبدو من غير مكانات تجي حتى يخلون هنا النفايات والجي بي اس ما يفعلوه، فهنا يحرقوها. من يحرقوها هاي المدرسه وهاي المنطقه كلها تتغطى، اذا اجى الهواء من هناك كلها تتغطى بالدخان، فالمدرسه مباشره تغلق تغلق والدوام ينتهي تقريبا. وهذا مرات من يصير الهواء باي اتجاه، فالمنطقه شوف الغيم مال الدخان موجود. قبل ايام كنا هنا موجودين حالات اصابه بالجرب وبالحساسية، أطفال يعني حقيقة هواي عندهم مشاكل، وعرفنا أيضا أنه بعض الأطفال توفوا بسبب هذه الحالة، وموجودة المقبرة مع الأطفال اللي يعني اللي قدام، بس ما عرفنا من القبور اللي هي يعني يا قبر من ذول الأطفال، المقبرة كل كبيرة أكو حالات وفيات بسبب هذا الدخان. يعني أكو مقبرة سبب مقبرة الأطفال، أكو مقبرة قديمة مع الأطفال، بس عرفنا أنه أكو بعض الحالات انه توفوا بسبب هذا الدخان، هذا الدخان سام بالحقيقه. تشوف انه اكو بعض العوائل تعيش على هذا النفايات، هذا التمر الصحي نقلوه الى مكان اخر. مفترض انه متخصص الى التمر الصحي اكو كميات من الاتربه حتى يغطون النفايات بعد ما يطمرون هذا، لكن هذا الاتربه ما يصرفون عليها، يعني ما يصرفون الماده للاتربه والنقل، بدل ما يوصلون هنا مفترض يوصلون للخان هنا ياخذون مثلا على سياره ما اعرف مبلغ يمكن 25 او 30، هو ياخذ ال 25 ويطمره هنا، مفترض هو يروح للخان، بس هو الباقي يصير له يعني. هذا اللي حاله اللي صايره. نعم عزيز. فلنا على معاناتكم. منطقة المعامل منكوبة، لا مي لا كهرباء، يطلعون الخيس هنا حشاكم يذبون على الراد. هنا هم صارت فيها حوادث الأطفال عندكم؟ ايه ايه، في الشارع نفس الشارع. طلاب مدرسة؟ طلاب مدرسة، لا عندنا مستوصف. يعني يوبعون هنا؟ يوبعون مدرسة. هنا؟ هاي مدرسة من تجي الأطفال؟ ايه. فهنا مطر وطين، والشارع هم تعبان. لا عندنا كهرباء بيا خير، لا عندنا مستشفي، لا مدارس. يعني هاي كلها ماكو، ماينا يجينا بريحه، لو ماينا زين كهرباء هسه الشعب شو يريد هو؟ لا عنده شغل ويا الحكومه، لا هاي يريد صحيات وكل شيء ما يريد. لو اكو صحيات هاي خدمات عندنا رفاه هواي هنا تكرم زبايل، يعني وين ما تروح هسه طوبه كذا طوبه في البستان كل شيء تشوف. لا مدرسه بها حظ، يعني الصف اول علوم ما يعطونه، يعني حتى الكتب ما توصل، حتى كتب ما توصل. اشتري مشتري زين، ادري من مسجل بها كتب المدرسه، خو سجل مدرسه اهليه عوفها كلها. شكرا. اعزائي المشاهدين، سنتجه الان الى ساحه الاعتصام كما اسموه بالاعتصام المفتوح لاهالي منطقه المعامل، حتى نشوف شنو اسباب الاعتصام بعد ما شفنا كل تفاصيل المنطقه، وهل ستستجيب الحكومة لطلبات المعتصمين؟ أعزائي المشاهدين، يبدو هنالك أكثر من اعتصام، ثلاث اعتصامات، هذا واحد منها، وهنالك اعتصام آخر لدى المتظاهرين. خلونا نشوف شنو أسباب هذا الاعتصام الآخر للشباب. هذا الاعتصام الثاني، هذا الاعتصام الأول مستودع الرصاف الرئيسي، المشتقات النفطية. الإخوان قعدوا من أول يوم هنا وقرروا أن ما يوخرون من هذا المكان وما يطلعون إلا تستجابون مطالب المعامل بصورة عامة وليس هاي المنطقة، لكن هاي واحدة من أدوات الضغط نقدر نضغط بها على الحكومة، لأن إحنا لا عندنا لا حول ولا قوة إلا هاي الأمور اللي نسويها. السلام عليكم، سيف الكناني بالتنسيقية المعامل. استاري استاري استاري، مظاهراتنا
مظاهراتنا سلمية، مطالبنا مشروعة من فكة حي النصر إلى السعادة والكرامة. مستمرين إن شاء الله. اللي يجينا أهلا وسهلا، ما نضرب أحد، سلميين. اللي يضربنا رحم الله والديه، بس ما يفوت أحد للمستودع إلا على جثثنا. كل مرة نصلي ببيوتنا، هاي بيوتنا، اليوم هنا نصلي فرشنا الفراشات. مطالبنا أول مطلب رئيس الوزراء تزين عليه للمعلومة، أول يوم استنكف يجينا لينا نروح للخضراء، رفضنا نروح للخضراء، وصرنا اللي احنا وجانا احنا اجانا احنا اجانا بالمعامل. مطلبنا قضاء على العلاق ممثل عن مجلس الوزراء، مطلبنا الشرعي قضاء من حي النصر الى السعادة والكرامة. حيدر العبار شي يقول علينا احنا؟ ها يقول علينا احنا مسيسين، احنا احزاب. خلنا خدمك بنروح لك عمي، ممكن كباهة كنابر، موهد ستوتات، موهد بساطي، مو عماله بيكبوا الاحزاب. عم الناس بايته هنا، كفيلك العباس ابو فاضل، كفيلك العباس ابو فاضل، ماكو لا حزب ولا دعم وما حد. عم الحزب يطبخ فاصوليا وتمن يقلط، لو من هالناس الفقره هاي طبخنا والله العظيم تمن. انتوا هسه تمن وفاصوليا، انتوا هسه تطلبون هاي تصير قضاء؟ اي قضاء، خدمات بالاساس، خدمات. مستشفى ما عندنا، شوارع ما عندنا، مجاري ما عندنا، معطل مستشفانا، مشروع مي معطل. شيخنا السلام عليكم ورحمه الله، حياكم الله، ونرحب بهذه القناه الكريمه لكي يصل ابناء الشعب، صوت الشعب العراقي، لكافه مسامع الساسه القابعين في الخضراء، ويلتفتون الى الشعب العراقي. وسؤال دائما يتكرر، هل توجد حكومه بدون شعب؟ هذه رسالتنا لسيد العبادي وغير العبادي. يلتفتون، لماذا خرج هاي الناس؟ لماذا كل ما تحدث تظاهره يسيسون التظاهره، يقولون هذه مدسوسه او مدفوعه الثمن؟ لا، تظاهره سلميه، تظاهره شعبيه، تظاهره لان الناس خرجت ملت منطقتنا، مناطق المعامل، ابتداء من حين نصر، انتهاء بالسعادة والكرامة. لا يوجد لدينا لا مستشفى، حتى المستشفى هملوها، مدارسنا هدموها، أبنيتنا تعبانة. فبالتالي مطلبنا واضح، مطلبنا يا أخي يا العبادي، يا سيادة رئيس الوزراء العبادي، مطلبنا واضح، هو أن تنزل أنت، اترك السياسيين، اترك الأحزاب، دز لك وفد رسمي من رئاسة الوزراء، فليطلع اطلاع مباشر على الواقع المعدوم الخدمي لأبناء السعادة والكرامة والشاعورة والحسينية والمعامل بالكامل. يعني قرابة مليون نسمة لا يمتلكون مستشفى. الله يقبل يا أخي. سؤال هسه ربما يوجه لكم، ليش توقيتكم بهذا الوقت صار؟ نعم، هذا أكيد سؤال طالما سئلنا من قبل الصحفيين والقنوات الأخرى. لماذا؟ لأننا كلما تأتي الانتخابات يأتون إلينا. تصور ماكو فاتحة عندنا بالمنطقة إذا ما جاء سياسي لأجل أن يشوف نفسه ويعرض نفسه. ليش إحنا كلما تأتي موعد الانتخابات يأتون؟ إحنا ورقة ضغط على الحكومة بأن لا انتخابات بدون خدمات، لأن لطالما وعود يأخذون وعود. صحيح أنه ما تنتخب. ننتخب أخي، ننتخب الصالح، الإنسان الوطني الشريف المؤمن، بس هاي الوجوه الكالحة الفاسدة اللي ما حصلنا من وراها إلا الخراب والدمار. لا، المؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين. رسالتنا للعبادي ولهؤلاء الساسة انه هاي الواد بعد ما تعبر علينا. ننتخب ونحن مع الانتخاب، ونحن مع الدولة، ونحن ابناء الحشد، ونحن مع الجيش العراقي، ونحن مع الاجهزة الامنية، ونحن نحمي المؤسسات، هذا المستودع نفط الرصافة وساولوا كل الدوائر الخدمية من حماها. احنا حميناها، احنا ابناء الشعب، احنا ابناء الدولة، احنا ابناء الوطن. فبالتالي الدولة وابناء الشعب يريدون شنو؟ يريدون واحد يلتفت لهم. من سقوط صدام 2003 لحد هذا اليوم 15 سنة كحكومة، من 2005 مرت أيام الأموال، زمن دولة الحكومة المالكي، فلوس، ميزانيات انفجارية. أول ما يبدأون بتخصيص الأموال لأنفسهم، لكراسيهم، لأحزابهم. فبالتالي الشعب أيس، تعب، الناس تعبت، عطشانة. ثق بالله، هسه بقناتك الكريمة لو تتجول بالمناطق، جولت، شفت النفايات؟ أصبحت المعامل مجرد عبارة عن مرمى للنفايات، نفايات السياسيين والخضراء مقاولين يجيبون نفايات علينا، أمراض، أوبئة سرطانية، كلها صارت عندنا. وبالتالي لا عندنا ماء ولا عندنا تبليط، وحتى المدارس، اذهب إلى هذه المدارس. فبالتالي يا أخي، ابن الشهيد
هو ابن الشعب، ورجال الحشد أبناء الشعب، ورجال الجيش أبناء الشعب. فبالتالي الشعب هذا اللي يريده يا أخي، مطلب أن ثق بالله ما مسيس يعني ولا متعين. اعتصام مفتوح، اعتصامنا مفتوح وزحمة. أنا اليوم رئيس وزراء يهدد شعبه ما موجودة بأي قاموس الدول العالمية والدولية والأوروبية. اليوم رئيس الوزراء يدز ممثل، احنا ما نقبل على أي شخص يعتدي على أي ممثل من رئاسة الوزراء أو من غير جهة. يريد يجي يسمع شو تريدون عم أنتم؟ احنا ما نريد. احنا نعم نعم احنا أكيد هو رئيس الوزراء ما عنده عصا موسى ويقول له انا اليوم باكر اشتغل، بس يجي يفهم الناس، يحترم الناس. اكو مقوله ثبتت عند المجتمع العراقي بالسيطرات، احترم تحترم. فهذا الشعب محترم، يعني باكر العبادي وغير العبادي والبرلمان منو ينتخبهم؟ يجيبون ناس فضائيين يريد يزورون، يريد يغرون بعض السجد من الناس. بعد الحد الان يبيع صوته؟ لا، الصوت الشريف وصوت الصالح، واي مواطن يسمعني من خلال قناتكم، الانسان العراقي الغيور الشريف المؤمن ينتخب الشريف المؤمن، لا ينتخب الفاسد المجرب، لا يجرب. وهذا احنا لو ما احنا عندنا خدمات مجبورين هسه نصلي بالشارع؟ مجبورين نقف بالشارع؟ مجبورين هسه احنا قاعدين عايفين عوائلنا وعايفين ما نقطع الطريق؟ احنا هاي المؤسسات بذمتنا، مثل ما حميناها بايام الاحتلال ايام الفرهود احنا نبقى نحميها ان شاء الله، نحميها ونبقى نحميها. ورسالتنا واضحة يا سيد العبادي، رسالتنا واضحة، ثق بالله. هاي الناس ما تمثل جهة سياسية ولا جهة حزبية، صارت في شيء عادي. ايام قبل ايش ما يطلع واحد يتكلم هذا بعثي، هسه اي واحد يتظاهر هذا مسيس. لا، كلام خاطئ. نحن بعيدين كل البعد عن الاحزاب وعن السياسيين وعن كذا، مطلبنا شعبي وجماهيري. وهذا الشباب وهذا الطيف، الناس هسه بعض الشيء تفرقت لأداء الصلاة وترجع، جمعتهم هدفهم الواحد هو طلب الخدمة. كلهم أبناء البلد وكلهم أبناء هاي المناطق طالبين الخدمة فقط، وإحنا مع الدولة في كل موقف وكل. أول شيء هسه من انتفضة الجماهير، أبناء السياسيين انتفضوا وحرروا الموصل. يا أخي التفت أخي العزيز، من اللي حرر المناطق اللي اغتصبت اللي سياسي يسلموها؟ من حررها؟ التفت إلى هذه الصورة ديتشة، أبناء الحشد، أبناء الشعب، أبناء العراق. فبالتالي أبناء العراق ما طالبين أي شيء، طالبين أبسط الحقوق. ما أدري عن السياسي هذا، أمي السياسي إذا هو مخرج المدرسة، المدارس هدمت يا أخي، ما خلوا عندنا شيء. هسا مدرستنا هاي بستة سبعين مبنية، خرجت أجيال أجيال. اليوم ما عندنا مدرسه فلشوها بحجه احنا راح نبنيها؟ ليش هاي ما بنت؟ ما بنيت اصلا، ما مبنيه، روح اذهب، نفايات فوق روسنا يا اخي. فهاي رسالتنا، هاي رسالتنا واضحه عمي، رسالتنا واضحه. معتصمين وقاعدين، واللي يريد يضربنا ويؤذي شعبه لا خير في حكومه تتجاوز على شعبها. هذول كلهم ابناء فقراء، ابناء هذول ابناء الشهداء، ابناء الحشد، ولدهم هسه بالاسحاقي، ولدهم بالموصل. فيا اخي يرجب الالتفات، جزاك الله خير، ونرحب على القناه وان شاء الله الصوره توصل. شكرا، حياكم الله. نتمنى من الحكومه ان تستمع الى مطالب الناس. شيخنا، هم من جاؤونا بالديمقراطيه، ولنا الحق ان نعبر عن مظلوميتنا بالديمقراطيه اللي حملوها وجابوها ان صدروها. ولكن أين مفعول الديمقراطية اللي يتكلمون عنه هم السياسيين؟ يا أخوان الأعزاء، البرلمان عندما ينتخب أول ما يخصص له 100 مليون دينار تحسين حال هاي منطقة السعادة والكرامة، بالخصوص جزء من منطقة المعامل. عربانة مال سبويس لحد الآن من سنة 2003 لحد يومك. الله أكبر يا أخي، إحنا وين عايشين؟ إحنا مو عراقيين؟ احنا ناس نطالب بمظلوميتنا. نناشد السيد رئيس الوزراء العبادي ان ينظر بنظرة الابوية للشعب لمنطقتي السعادة والكرامة والمعامل، قاطبة مع الشكر الجزيل لقناتكم الفضائية لها ولكادرها المفضل. شكرا جزيلا، الله يعزك. استاذ رشيد هو احد المنسقين للظاهرات بالمعامل. السلام عليكم، احنا نشرف بكم ونرحب بكم هنا ويانا لنقل صوتنا الحر. لكن هنا اصبحت اليوم اصبحت قضيه مزايده بهذا الشعب. حتى لو نفرض انه اليوم القضيه مسيسه، خلي يجي واحد من المسؤولين يشوف انه هذا الواقع صحيح لو مو صحيح.
هي كل الأحزاب اللي موجودة تمثل الدولة. اليوم ما عندنا حزب خارج عن الدولة، كل اللي موجودين يمثلون كافة الأحزاب. حتى وإن كانت هذه القضية مسيسة، قضية مطالب خدمة. إحنا ما عندنا خدمات نهائياً، والواقع يفرض نفسه اليوم على الحكومة. الحكومة إحنا نطالبها بخدمة. ما عندنا اليوم جهة ترشح للانتخابات، أو هسه إحنا بيناتنا مرشح دن نسوي له دعاية وغيرها. إحنا نطلب من الحكومة الرفض لهذا التصريح التسييس أو المزايدات وغيرها. إحنا أبناء الدولة، لازلنا لحد هذه اللحظة مساندين للقوات الأمنية والمحافظة على الممتلكات العامة. لو كنا مسيسين لأصبحت هناك عمليات مخربة للدولة. هذه التصريحات مرفوضة جملة وتفصيلا. إن شاء الله يسمعوكم. والله نتمنى إن شاء الله إنه الاحتضان الأبوي من قبل الدولة وإنهاء هذه المظاهر وتلبية متطلبات كافة المظاهرة. إن شاء الله إحنا راح نروح لمنطقة اعتصام أخرى. شكرا لكم. أعزائي المشاهدين المتواصلون، هذا المكان هو الساحة الرئيسية للاعتصام، ويبدو وصلناهم في وقت الغداء. لاحظت بعض الأشياء اللي أسأل أحد الناشطين القائمين على هذه الاعتصامات، لاحظت هذه كميات كبيرة من الماء وأيضا وجبات غذاء. من هذا التمويل مالك؟ والله استاذ فلاح هذا التمويل ذاتي، لان انا ما اعتقد يعني اذا اكو تمويل حزبي يمول فاصوليا وتمن. انت جاي تشوف الاكل شلون، اكل بسيط ومي بسيط، تمويل من نفس ناس المتظاهرين يجمعون على 2000 على 5000 ويجيبون مثلا كل واحد يجيب له كرتونتين مي او 3 كرتونات مي، تمويل ذاتي بالاضافه الى المواكب الموجوده، المواكب اللي بالمنطقه تطبخ هاي الامور وجاي تتعاون يعني المواكب مناطقيا، يعني المعامل تقريبا 7 إلى 10 مناطق، اليوم مثلا على منطقه، ثاني يوم على منطقه، ثالث يوم على منطقه. واغلب المتظاهرين الموجودين اهاليتهم قريبه منا، يروحوا ياكلون هناك يم اهاليتهم ويرجعون ورا تقريبا بالثنتين او بالثلاثه، والعشاء كذلك. يعني التمويل ذاتي، حتى لا يقول واحد انه مدعومين من حزب او كذا او شو اسمه. زين، وانت راح تصور وتشوف بعينك ان شاء الله. ليش تطول من الاستاذ وتطول عليك وتعراض؟ استاذ لا عندنا حزب داعمنا ولا منتمين للحزب. احنا هذا من جيوبنا ومن هاي المواطنه، هاي المظاهره. الله شاهد انا صاحب هذا الموكب، موكب الامام على السجاد هذا، وصار 4 أيام اطبخ هنا وابغى بعدها تبغى شهر هم ابغى هنا اطبخ. واطبخ احنا من يجمعونا هاي اهل يمور يجيب لنا سياره ماي، هذا يجيب لنا تمن، هذا يجيب لنا طحين. ماكو لا حزب، كل حزب ما منتمي له. قضيه حزب ماكو. هاي شوف هسه مو شباب، هاي شوفها جهال بعد، حتى هذا جاهل يطلع 2000، هذا مو جاهل يمور يذب 2000 ويمشي. واحنا علينا نخدم، جايبين طباخ. يعني تبرعات من تبرعات من نعم نعم للمنطقه نعم نعم للمنطقة. ما القضية حزب ومنتمي الحزب، هاي شيلها من بالك. هذا اللي يقول لك مخرب، اللي يقول هذا الحزب تسمعه، هذا حزب مال خراب، صدقني حزب مال خراب مو مال عمار. واحنا باغين هنا وان شاء الله ما ننسحب لتحقق مطالب. هالمطالب اللي وصلت للعباد لازم تتحقق، اذا ما تحقق ما ننسحب. اذا تبغى سنة انتوا هسه الاعتصام صار مفتوح. مفتوح نعم. مفتوح هسه وين؟ وراء عصيان مدني. وراء شنو؟ وراء عصيان مدني. عصيان يعني اذا ما نفذونا طلب شكو دائره بالحكومه موجوده بمنطقه المعامل يتم غلقها، يعني صبات نجيب ونحطها بابها، لا تشغيل كهرباء ولا اخذ النفط من سعاده، اي شيء بالنسبه للمعامل. معامل عدد سكانها ما يقارب 950,000. البارحة خابرنا واحد من الديوانية قال انتم شنو 950,000؟ احنا محافظة محافظة الديوانية، احنا عدد سكاننا 1,000,000 وكسور، مليون. يعني احنا المعامل محافظة. زين المعامل تطلع تتظاهر وانت تقول يا دكتور يا اخي كلام يا بالعباس فاضل، كلام غير اخلاقي من رئيس الوزراء. شنو البارعه مدفوعه؟ شنو هاي قطاع طرق؟ احنا قطاع طرق طب الشارع اللي هذا الشارع مال العماره قطاع 5 يعني المريض اللي بحاله جيده يوصل للمستشفى، يعني حاله طارئه تصير عندهم، لو يموت لو اللي انعاش قبل. احنا ناشد رئيس الوزراء تنفيذ الطلب.
نيه ماتت هنا نيه عتا ولاده بنص الطريق توفت والحسين بنص الطريق ما وصلت لا مستشفى لا مركز صحي مدارس تعبانه مدارس تعبانه مدارس قديمه تعبانه يعني متهيكله كلش تعبانه طفل شنو ذنبه توفت هنا بالطريق يعني نترجى سبب الطسات احنا معتصمين هنا ولا نسحب ولا نتحرك واحد يمي ان شاء الله اولا السلام عليكم الصعد البرلمانيين يا هم اول ما تصير انتخابات يجون للمعامل الصناديق مالتهم تطلع من المعامل ما ادري كم نائب بالبرلمان يجون هنا يسوي لك اياها شنو قمره وربيع هسه صارت طسات حفر مستشفيات ما عندنا كل شيء ما عندنا خدمات احنا حالنا حال العالم لولا حالنا حال ابو المنصور حالنا حال ابو الكرادي حالنا حال ابو البلديات سوونا حال صار لنا 14 سنة نعاني من هاي السوالف يعني صدام حسين ما مسوى هاي سواياته مستشفى واقف بس عمدان هذا معمل هنا معمل هنا معمل كبرى وجدة شغل 3000 عامل شغل 3000 عامل هو معمل وزارة الصناعة تجي تستلم بيه بس رواتب يا بس هو هذا الانتاج احنا هاي عطالة بطالة شباب هاي الشباب كلها يعني وين يروح الشاب الى ما يشتغل يعني لو يروح يسلم يطار الامور غير ما تجوز مو لو لا زينتين وفر لك هاي الملعب هنا صرفوا علي منتجع هذا هنا صرفوا علي 3 مليارات 7 مليارات وشوية زين انت هذا لو يسوي مستشفى يعني لو يسوي مستشفى يعني ذاك اليوم يمنا مرة شاب هاي هنا طاح الشاب هذا طاح هنا ما لحقوا علي المستشفى ليش يقول له والله انا ما خليك تفوت الليل ابو الاسعاف نطي له ابو الاسعاف 10000 واحد من جماعه طاح 10000 اطلب الاسعاف وانا حاير بخوي يا ساعه يموت يعني وين اخوي عندك هاي هنا يا بطالبونا تبليط انا الشاب هسه هاي العالم طلعت الشياب احنا شباب لاكم العب لنا حلو براسه خير لا اكو مثل منتزه ماكو منتزه بصفه زباله وين اكو هاي بيا تاريخ طب روح شوف هسه طب روح للكرادة روح وشوف الخضراء صور طب للمنطقة مجاري سووها 30 سنة هم ما مسوينها يطبون ويطلعون احنا هاي عمران 15 سنة زين وين اكو هيك ابو ستة عقلها يعني هاي من ذاك اليوم يقول انا راح ادس عليه كم قوة راح يقول ادس عليه كم قوة لعبادي زين احنا شو مسوي غير حقوقنا ونطالب بيها الله اكبر عليهم باليوم هلا حجي احنا بالمعامل بالدولمات هاي عندنا 6 سنين محوله قطاع المحروم من الكهرباء إيه بس على المولد نطلع الصيانه الملف نطلع الصيانه بس يطلعون علينا بس يكون طقت محوله خربانه هاي واحنا قطاعين هسه صيف هذا يانا ايش نسوي يا استاذ ايش نسوي ان شاء الله يسمعوكم هسه المسؤولين والله ولد الكشف عليها ان شاء الله احنا رحنا صورنا جوا حجي شفنا شفته محوله هاي 6 سنين ما حد يبدلها لنا بس على السحب ضارين احنا ان شاء الله ماكو فقره بالدستور العراقي تنص على انه التمييز بين المواطنين واذا وجدت هالفقره المفروض اللي وضعها تكون على اساس اللي المناطق اللي ضحت هذا المناطق المعامل اللي تشمل عده مناطق وبها كثافه سكانيه يعني احتمال تواسي باقي المحافظات ابسط الخدمات ما موجوده زائدا حالات الفقر المنتشره بهاي المناطق يعني الحكومه ما ملتفت لهاي المناطق وانا على يقين بانه اكثر السياسيين واكثر اللي جاي يحكمون ما عندهم علم اكو مناطق هاي اسماءها مثل الرشاد حي النصر باويه عماري اطراف بغداد بصوره عامه للمعامل ما حد مهتم بيها يجونها بوضعيه انتخابات نفس انتخابات ياخذون اصوات العالم اكثر العالم سابقا ما عندها ثقافه بس هسه العالم لا عندها ثقافه والدليل اللي اي نائب ما جاي نستقبله بالمظاهرات واي نائب يجي جاي يعني يطردونه بصريح العباره احنا نريد مناشدتنا توصل مباشره وهي وصلت الصور ومن خلال قنواتكم توصل للعبادي خلي يلتفت لهاي العالم هاي العالم احتمال تكون شراره لتلتهب الخضراء باكملها هاي العالم اول شيء تعاني معاناه يعني كل الشباب اللي موجوده هنا الا اذا مو نقول 90% من عندهم ما عندهم وظائف ولا عندهم عمل زائدا خدمات تفتقر لابسط الخدمات يعني من المعيب على الحكومه شارع تبليط ماكو من المعيب على الحكومه ان الناس تطلع تطالب بهذا الشيء هي مو مطلب
مو مطلب، لان احنا عندنا حقوقنا والحقوق ما تنطلب، تؤخذ الحقوق تؤخذ، احنا نريد حقوقنا منهم، هم اللي اخذوا حقوقنا وهم اللي باقونا وهم اللي اذونا وهم اللي خلونا نقدم ضحايا بسبب دخول داعش، هم كل السبب بيهم، وهسه يجون يعاقبون المواطن. واليوم انا سمعت وايد ناس متظاهرين يقولون راح يفكون هذه الاعتصامات بطرق يعني يدزون قوات خاصه تفرق هاي المظاهرات. لا، هذا الشيء ما راح يصير، اذا صار راح هم اللي راح يتاذون بالبدايه، لان هاي العالم اكثرها اللي تميز هاي المظاهره وهاي الاعتصام، لا يدعمها لا حزب ولا تدعمها جهه معينه، اللي يدعمها رغبه العالم بايجاد اصلاح. العالم تريد حقوق، يعني ما اتصور صعبه، ما اتصور صعبه على الحكومه تحققها. يعني نطالب اولا، مطلبنا الرئيسي الدكتور حيدر العبادي انه يلتفت لهاي المناطق، وما اريد كلام، اريد تنفيذ، واذا ما دخلت اليات لهاي المناطق وباشرت بالعمل ما راح ينفتح الاعتصام، واحتمال يتطور، وهو تطور. الجسر الفرنسي اللي يربط المناطق النهروان وباقي المناطق انقطع، الطريق السياحي اللي يربط بعقوبه باقي المناطق انقطع، واحتمال ان شاء الله نتمدد نوصل لقناه الجيش وهم نقطع الطريق. هو انا اشوف هذا الشيء يعني مو صحيح، راح ياذي احنا المناطق اللي احنا عايشين بها، بس هذا ما عندنا غير اسلوب اللي نضغط بيه عليهم، لان الكلام ما يجي وياهم استاذ، الكلام ما يجي وياهم. وان شاء الله من خلال قنواتكم ان تأزرون المظاهرات وتطلعون صوت العالم المظلوم واللي اخذت حقوقها. شكرا لكم. استاذ فلاح، بس نوه النقطه قالها الاخ انه الاعتصام راح يمتد للمناطق الباقيه، مو احنا كجغراف منطقه جغرافيه حد حدود المعامل هاي، بس اجتنا وفود من المناطق من منطقه العبيدي والكماليه والمشتل، وابدوا استعدادهم لمؤازرتنا وان يطلعون ويانا تأييدا، لان هم شافوا معاناتنا وحسوا بينا، فقالوا يابا انتم شو وقت ما تنطون الضوء الاخضر احنا نعتصم وياكم ونقطع هذا الطريق كله. يعني مو اهالي المعامل، اهالي ذيك المناطق الموجوده. احسنت استاذ، العبيدي يعني مو اهل. شكرا لكم، وانتم ايضا اعزائي المشاهدين، نحن في اكبر منطقه اعتصام، ويبدو ان الاعتصام سيبقى مفتوح لحين تنفيذ المطالب. يأمل هؤلاء أن تستجيب الحكومة وجهات المعنية لمطالبهم، ونلتقيكم ربما بعد أن تلبى هذه المطالب في حال تم تلبيتها. سنكون أيضا في هذه الأماكن. لا تنسوا البريد الإلكتروني الظاهر أسفل الشاشة، نهرين @الحرة.com. إلى اللقاء.